روح يا رب. اشتغل يالا اشتغل. ده ايه اللي حدفوا علينا الساعه دي؟ شكلك عملت مصيبه. الوش ده هيعمل مصيبه. باشا المستودع ده دخل التاريخ بتشريفك لينا والله. اهلا اهلا اهلا. المنطقه كلها نورت يا اكرم باشا. ازيك يا معلمه انشراح؟ الحمد لله الحمد لله يا باشا. انا كنت معدي على الحته قلت اسلم عليك. تسلم من كل راضي. وادي يا بضايا شوف الرجاله بتوع يشربوا ايه واكرم باشا يشرب ايه. ملوش لزوم، انا بس جاي اطمن عليكي واشوف اخبارك ايه. في نعمه في نعمه يا باشا. واللي في نعمه يا معلمه مش يصونها ولا يفتري عليها؟ هو المؤاخذه يعني يا باشا في حاجه حصلت انا ما اعرفهاش. وانت ما تعرفيش ولا ايه؟ انت عارف يا باشا انا طول عمري ماشيه في السليم، انا ماليش في الغلط، وانت حافظني كويس. لو في حاجه غلط هتلاقيني مسكتها من رقبتها وجبتها لك لحد عندك. ده رايق يا بضايا، انت بتلعب من ورا معلمتك ولا ايه؟ ده حتى يبقى عيب. يالا دي وليه نعمتك ولحم كتفك من خيرها وبتاكل من وراها عيش، ولا انت نفسك جايباك تدوق العيش بتاع السجن؟ هو ايه العباره يا باشا؟ انت هتستعبط يالا ولا ايه؟ ولا تحب ضيفك عندي في الاسم وادوقك حاجات احلى من العيش بتاع السجن؟ ما تنورني يا اكرم بيه، هو في حاجه حصلت انا ما اعرفهاش؟ هو انت ما تعرفيش يا معلمه ان ابضايا رقد للواد اللي اسمه حربي وكان عايز يقتله؟ عرفت يا باشا وما سكتش وغلاوتك عندي، جبتهم قدامي وصالحتهم على بعض وخدت وعد ان مفيش قلق تاني. يعني ايه؟ انت اللي هتشيلي مسؤوليتهم؟ انا يا باشا بعون الله اتحمل مسؤوليه الحته كلها، بس ترضى عننا، انا رقبتي ليك. انا هعمل خاطر المعلمه انشراح عشان ست جدعه وب100 راجل زيك. بس اوعى تفتكر الموضوع عشان عدى المره دي تبقى فلتت من ايدي يا بضايا. انا لبسك 10 تهم في غمضه عين. احترم نفسك وامشي عدل، تمشي جنب الحيط يا بضايا والا هفرمك. فاهم؟ فاهم يا باشا. سلام عليكم يا معلمه. لا ما ينفعش والله يا باشا، لازم تشرب حاجه. ما ينفعش، دي زينه سريعه. ما ينفعش ما ينفعش اقعد اكتر من كده عشان في حاجات غلط مش هقدر اسكت عليها. حاجات ايه يا باشا؟ ده انا في السليم. العيال دي تحت السن، يعني شغلها معاكي مش قانوني. يا باشا ما انت عارف ظروف اهل الحته، وبعدين العيال دي بتساعد اهلها في المعايش، فقراء وغلابه على قدهم، وبعدين ما ضربتش حد على ايده، هما جايين يشتغلوا هنا بمزاجهم. يبقى مش من مصلحه اي حد ان اجي هنا كتير، لاني ما اقدرش اشوف الغلط واسكت عليه، حتى لو كان القصد منه خير. وصلت. وصلت يا باشا. واي قلق انا بايدي هجيبه من رقبتي احطه تحت رجلك في المكتب عند حضرتك. بس ارضى عننا يا باشا. كله هيبان يا معلمه، كله هيبان. باشا الف سلامه يا باشا، الف سلامه. المكان كله نور يا سيد الرجاله. بيجي يشفط الهوا بتاع المكان. غباوتك هي اللي جابته لحد عندنا، ما كانش بيجي هنا، عامل لنا قلق قلق، خليت الحكومه تجينا لحد مكاننا. جرى يا معلمه بقى جرى ايه؟ بتنقرزيني كده ليه؟ ما انت شايفه كلامه بيكح جبس في وشي. دي مش نقرازه، يا ريتها نقرازه، ده تحذير. الباشا جاي لحد عندنا يحذرنا. تحب في الهيفه تصدر، لكن الكلام اللي بجد ورشوان بيه اللي واكل حقي ومش عايز يديني فلوسي بتجيب ورا هات. بكره يا برنسيسه الايام والليالي والسنين تثبت لك ان انا الوحيد اللي واقف جنبك وقافل عليكي جوه زخنيق قلبي. حربي بص. الله راح فين؟ بروح اشوف عايز مني ايه تاني. صباح الفل على احلى ظابط فيك يا مصر. لحقت اوحشك يا باشا. اصلك غالي عليا قوي يا حربي. حطيتني في دماغك ليه يا باشا؟ عمرك سمعت جمله قبل كده بتقول الوقايه خير من العلاج؟ الوقايه خير من العلاج. بتهيألي يا باشا عدت عليا كده وانا بطعم. اه اللي زيك بقى انت وزمايلك الاجرام بيجري في دمهم ما عاشش جواهم، ومحتاجين واحد زيي عشان يقصقص ريشهم اول باول. يا باشا ما حدش بيتولد مجرم،
هي بس ساعات الظروف اللي بتخلي الواحد يعمل حاجات غصب عنه. وبعدين سعادتك ما سمعتش الجمله اللي بتقول الكبت والد الانفجار. خف علينا شويه يا باشا، احنا مش محتاجين حاجه من الدنيا غير لقمه ناكلها وهدمه نلبسها. الله، ده انت طلعت بتعرف تتكلم كويس اهو. الدنيا بتعلم يا باشا والسجن بيعلم اكتر. بس ساعتك ما قلتليش يعني كنت عايز في ايه. لا انا مش جاي لك، مش انت كنت لسه مأنسنا؟ طيب يا باشا طالما بقى سعادتك مش جاي لي اشوف انا اكل عيشي. السلام عليكم. يلا بينا يا محمد. نورت يا باشا. كان عايزك فين؟ مفيش، كان بيشوف اذا كان ريشه طول ومحتاج يتقصقص ولا لسه. بركه. ها؟ هتلاقي لومه واستناها على القهوه عم نحاسب المعلمه ونيجي. فرينا. السلام عليكم. الضهرج المسا يا معلم ابو ضايع. يلا انده العيال خليهم ينزلوا البضاعه دي عشان تتمنها. قلت ياض انده مين؟ العيال؟ انتوا اللي هتنزلوا البضاعه بايديكم ولا على ايدك نكش الحنه انت وهو؟ ليه يعني؟ هو في نظام جديد ولا ايه؟ ايوه يا روح بابا في نظام جديد. هتركنوا انتوا الاثنين على جنب وتنزلوا البضاعه على جنب وتركنوا العربيه على جنب. انا بقى اقف على جنب لوحدي واشوف انا هفرز مين فيكم. ما تظبط في كلامك يا بضايع الصبح بقى. الله، خلاص يا زين خلاص. هو يا بضايع كده لسانه زفر على طول. ما يلا يا واد انت وهو هتصوروا بعض ولا ايه؟ استفح قول يا مين دول؟ دول رجالة رشوان بيه. راجل عنده مسابق كبيرة قوي في البلد وبيتعامل مع المعلمة من زمان. صباح الخير يا ست الكل. خطوة عزيزة يا أستاذ حنفي. يا عز يا طارق، مع إني زعلان منك واخد على خاطري قوي. تمنعي بضاعتك عننا ليه؟ عيب قوي. العيب هو اللي البيه بتاعك ابتدى بيه. ملوش لزوم الكلام، كتر الكلام يقل المعرفة. طلباتك تفتحي مخازنك تدينا بضاعتك من تاني الحلو. حد يكره يبيع؟ بس قبل ما تحمل ادفع اللي عليك الاول. اسمعي الكلام وعقالي يا معلمه، وانا وعدك ان رشوان بيه هيهدى ويلين ويرضى عنك ويرضيكي. انا مش طالبه غير رضا ربنا، مش رضا بني ادمين. وان كنت هزز طولك وجايب كل الطم ده معاك عشان تقول البقين دول سمعت منهم كتير، بدات ازهق. انا عندي كلمتي، تدفع تحمل. صعب قوي يا معلمة اجي لحد هنا وارجع بالعربيات فاضيه. قصدك ايه؟ قصدي يعني لو رجالتك تعبانين ومش قادرين يحملوا، رجالتي انا بقى تخش المخزن وتحمل، وساعتها الحساب يجمع. يعني هتحمل العربيات بتاعتك بالشقاوه؟ غصبانيه يعني؟ غصبانيه مش غصبانيه، انا قلت طالما جيت العربيات لازم ترجع مليانه يا حلوه. طب ما تقول كده يا راجل من اول ما جيت. ده انا عينيا الاتنين ليك. ما انا حلوه ابو ضايع، شكلي اتضايقت. مش وانا عايش يا برنسيسة. استاذ حنفي صلي على النبي كده ونتفاهم بالهداوه. تثبت مكانك وارجع، ولو اي حد من رجالتك قرب هخلص عليه. مطوتك مش قلتلك ما تشويش دماغك؟ بلاش تقولي كلام انت مش قده يا حلوه. يلا يا رجاله خشوا المخزن، عايزكم تفضوه، مش عايز قشايه. على البركه. اثبت مكانك وارموا اللي في ايديكم لا طير رقبته. عنك يا حبيبي، لا حاجه تطلع غلط كده ولا كده تعور بيها نفسك. يلا قبل ما اخلي جسمه في حته وراسه في حته. سيبوا اللي في ايديكم، سيبوها. قول للسلطان اللي انت لاممهم حواليك دول يركبوا العربيات ويغوروا في 60 دقيقه، ولو حد منهم هوب هنا تاني
هيبقى اخر يوم في عمره. ماشي. يلا قول ما تتكسفش. ماشي. ماشي يا اخويا. يلا يا رجاله. خدوا العربيات وامشوا. يلا. والحساب يلا. يلا يا اخويا منك ليه عشان هنرش معايا يلا. وانت يا حليوه يا بوش سامح انت. اتكل معاهم عشان انا اخول ايديا. غور. زين. معاهم انت ورجالتنا. وتأكد ان الكتاكيت سابوا المنطقة خالص وارجع بلغني. يا سلام. عيني. يلا يا اخويا منك شو مش عايز اشوفك. اسأل امك وهي ترد عليك. انت كده فتحت على نفسك باب جهنم. انا لو منكم اخاف اترعب. احنا ما بنخافش غير من اللي خلينا يا حبيبي. يا معلمة انت وشوقك بقى. تحب يعمل لي كيف الافندي ده؟ عايز الصحة يا معلمة؟ احنا نقطع رقبته ونبعتها لرشوان بيه. عشان يعرف ان البرنسيسة وراها رجالة. النبي لا تقفل الميدالية اللي في ايدك دي احسن تعورك. وانا بخاف عليك تخر دم. رأيك ايه يا حربي؟ والله يا معلمة انا رأيي نسيبه يحصر رجالته. ويبلغ اللي مشغلينه ان لو حد فيهم هوب هنا تاني هنرجعه لهم رابعة. ده نفس رأيي برضه يا معلمة. القول قولك يا حربي. اسمع هقول لك ايه. تروح لرشوان بيه تقول له حقي يبقى عندي. لو ما جاليش هروح بنفسي اخد حقي ومش هاخد على قفايا زيك. وما تنساش تقول له اهم حاجه ان انا حلو. ماشي. هبلغه حلو. يلا ذوق. يلا ذوق يا خفيف. اركب. يلا يا ابني يلا. خلعوا يا عيني وهم بالين هدومهم من خوف. بس وقفت كام عيل كده نضر جاي على اول المنطقه يمكن يشاوروا عقلهم ويرجعوا تاني. عفارم عليك يا زين. بقول لك ايه، انت هتعمل ايه بالمسدس ده؟ المسدس ده هنشيله يا عم حربي، يمكن ينفع في وقت عوزه. ربنا ما يحوجنا ليه يا عم. بقول لك ايه، ادي الواد بركه يشيله هو بمعرفته، احنا مش عاقلين زيه. ماشي يا صاحبي. مش كنت سبتيني يا برنسيسة غب عليهم واحد واحد؟ خلص شغلك الأول وبعدين غب براحتك. ماشي. يلا نجرق أشلحف أنت وهو، عايزين نشوف البضاعة دي مسروقة من أنهي زخنوق. البضاعة بتاعت زين وحربي أنا اللي حافظها بنفسي بإيديا. خليك أنت في البضاعة بتاعت الصبيان الصغيرين اللي على مقاسك. كده غلط. أكبر غلط. زين قرب لي العربية هنا قدام المكتب، عايز اجرد البضاعة براحتي. تحت امرك يا ست الكل. تسلم لي يا حربي. راجل يا واد من ضهر راجل. واخدمك برقبتي يا معلمة. جامد يا واد قوي انت. ما بتخافش؟ لا بخاف طبعا. اوعى تكوني فاكرة يا معلمة ان الرجالة اللي انت لماهم حواليكي دول وبيقولوا ان هم ياكلوا الزلط وما بيخافوش صادقين. لان اللي يقول انه ما بيخافش يبقى اكتر واحد جبان. واللي بيقول انه بيخاف يبقى عاقل، قلبه حديد، راجل بجد، عارف هو رايح فين وجاي منين، بيخطط ويدبر مظبوط. بعدين ما هو المثل قال يا معلمة يعني ما نخاف سلم. ولا انا بتكلم غلط لمؤاخذة؟ السجن غيرك يا واد يا حربي، خلاك تقول كلام كبير وزي اللي بجد. اتعلمت هناك حاجات كتيرة يا معلمة. مش مهم انك تتعلم، المهم انك تنفذ اللي اتعلمته. وانا جاهز، ومن ايدك دي لايدك دي. اطلبي مني اي حاجة وشوفيني هقدر انفذ ولا لا. تستعجلش على رزقك، ورق. مش يمكن يجي يوم اجربك فيه؟ ساعتها عمرك ما هتندمي. ولحد ما يجي اليوم ده انا تحت الامر والطاعة. صباح الخير يا جماعه. اهلا يا ماجد، مش عادتك يعني راجع بدري النهارده؟ مره من نفسي يا اخي. مدام راجعه بدري كده تبقي اكيد واقعه على حاجه جامده قوي. يا ساتر على النقل.
والنبي نشوى سيبيني لحسن ورايا شغل وهلكان. طب سيب اللي في ايدك ده وروحي للست الرئيسه، كانت بتسال عليكي. خير؟ في حاجه ولا ايه؟ معرفش، لما تروحي هتعرفي. ماشي. طب اطلبي لنا بقى 2 نسكافيه لحد ما ارجع. نسكافيه؟ ماشي يا ستي، بس لازم تعملي حساب، انا هطلب وانتي هتحاسبي. اتفضل. خير يا امين؟ في ايه؟ خير. قالوا لي ان حضرتك سالتي عليا. وانا هسال عليكي ليه؟ معرفش، هما اللي قالوا لي كده. عموما انا مش فاكره ومش فاضيه وما عنديش وقت اضيعه. اتفضلي ولما افتكر هبقى ابعتلك. عن اذنك. اه اماني، تعالي. افتكرت. تحت امرك يا فندم. انت اللي عملتي الموضوع بتاع التعزيف في اقسام الشرطه؟ ايوه، يا رب يكون عجبك. هو مش عجبني انا وبس، ده عجب كمان نعيم بيه. نعيم بيه رئيس مجلس الاداره؟ هو قراه؟ قراه واعجب بيه جدا، وامر ان ينزل في اسرع وقت، وطالب منك سلسله مواضيع في نفس المشكله. بجد؟ انا هزر معاكي ولا ايه يا امين؟ انا اسفه. اتفضلي. متشكره، بعد اذنك. اتفضلي. ده ليه؟ النسكافيه بتاعك برد. مش مهم. كانت عايزاكي في ايه رئيسة التحرير؟ فاكره الموضوع اللي كتبته امبارح عن التعذيب في اقسام البوليس؟ وماله ده؟ هينزل في عدد بكره او بعده بالكتير، ومدام شهيره معجبه بيه جدا، ومش هي وبس، ونعيم بيه شخصيا معجب بيه. نعيم بيه السيوفي؟ ماشيه معاكي حلاوه يا ست اماني. عقبال عندنا. هنقر من اولها ولا ايه؟ سيبيني بقى اشتغل. أنا آسفة جدا يا فندم. جرى يا بنت؟ مش تحاسبي تفتحي عينيكي؟ أنا آسفة جدا، هغير لحضرتك. آسفة إيه وزفتي إيه؟ أنا آسفة جدا، هغير لحضرتك كل حاجة. يلا شيلي المفرش ده ونضفي الترابيزة. حاضر يا فندم، أنا آسفة جدا، آسفة جدا لحضرتك، معلش عندي. أنا مش فاهم الجرباع دول بيجيبوه منين؟ اعملي لي واحدة قهوة مظبوط تاني. في إيه؟ القهوة اتدلقت على المفرش بتاع الراجل ده، روحي غيريه له، وقدمي له واحدة تانية بدل اللي اتدلقت، عقبال ما غنطت في دمية أجيلك على طول. أوكي. ما تهلا يا مجد، تشوفي شغلك ولا تفضلي راكنه هنا طول النهار. حاضر. يلا يا اختي يلا. ما اديني رايحه اهو. الله. لا ابدا، اصل شفتك داخله الحمام قلت اجي اطمن عليكي. هو ايه اللي حصل؟ ابدا، وانا بحط القهوه للزبون بس اتدلقت على الترابيزه، وانا شايله المفرش بقى اعتدي نفسي من غير ما اخد بالي. ولا يهمك، الدلقوا القهوه من عماهم قالوا الخير جاهم. وريني كده. ما قلت لك انا اللي هنضفها بنفسي. لا 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 لا، لازم اشوف بنفسي. بقول لك اوعى ايدك وتلم كده بدل ما المك. يا بت انت، يا بت انت هتفضل دماغك ناشفه لحد امتى؟ يا بت فتحي مخك معايا يا بت، وكفايه تقل بقى. بقول لك سيب ايدي. انا دماغك يا بت وبصيتك على اخر يا بت. سيب ايدي بدل ما صوت طالع عليك حلقه. الله. يا بت انت، يا بت انت هتعملي لي فيها الحضره الشريفه ولا ايه؟ الحضره الشريفه غصب عنك وعن اللي جابوك يا كلب يا ابن الكلب. هو عليك يا رمه يا وسخ. يا فرحتي بيكم انتم رجاله، انتم شويه تيوس عمال اعلف وزغط فيكم وانتم ولا هنا. شويه عيال زي دول شغالين عند المعلمه يرجعوكم قفاكم يا مرعش. شرف امي ما حاسبهم يا باشا. الواد ده اسمه ايه؟ انا سمعت ان بينادوه بيقولوا له حربي. حربي؟ ماشي. انا بقى مجهز الرجاله وهروح اخلص عليهم. لا 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 لا، مالكش انت دعوه بالموضوع ده خالص. احنا قدامنا عمليه كبيره ومهمه ولازم تخلص كويس. مش عاوز قلق ولا شوشره، فاهم؟ ولما تخلص ان شاء الله حساب اللي اسمه حربي والمعلمه اللي مشغلاه عندي انا. 50 100 150 200 250، ايه ده؟ كل ده اراضي يوم واحد. بركه في المعلمه انشراح هي اللي تمرنت البضاعه النهارده. بقول لك ايه؟ ايه؟ عملت ايه في المسدس؟ خبيته في العش في حته انا عن نفسي ما اعرفش اوصل لها. افرم عليك يا بركه. الشاي المية مية الأجدع شباب في الحارة. تشكر يا كيمو.
يا باشا دي الحاره كلها بتتكلم على اللي انتوا عملتوه امبارح. يا فرحتي بيكم يا اخويا، اهو انتوا كده يا اهل الحته فالحين في الراغي والحواديت وخلاص. اصبر يا زين، بكره الكلام ده يتحول لفعل لما نعلى ونتنطط. ويبقى ان شاء الله اللي هيعلينا ونطقنا يا اخويا. مش بيقولوا العطشان يكسر القله؟ احنا بقى هنكسر القله ونغرق الدنيا كمان. مش فاهمك يا صاحبي. هفهمك. مش البيت الدعاء اللي هناك دي؟ حبيبي غزال وشارد على الشجره مستني اللي يقطفه. ابعد ايدك عني لان انا العفاريت الزرق كلهم بيتنططوا قدامي ومش رايقه بجد بقى الغلاسه. يا بخت العفاريت اللي بتتنطط قدامك، على العموم كلها كام يوم نعلق الزينه ونقيم الافراح ونتلم انا وانت في بيت واحد، وساعتها شوفيني وانا بتمشى قدامك في الصاله واحلمي بقى. احلمي. تشوف حلمة ودنك. يعني موافقه اهو. على فين يا شعر؟ انت شايف غلاسته عليها؟ اهدى يا زين، ما انت عارف ان البضايا طول عمره كده بيرمي بلح على رايح واللي جاي. الا دعاء المره دي فيها عمر. اقعد يا زين اتل، اقعد اقعد. انا مخنوق منه اكتر منك، لكن والعيش والملح والعشره اللي بينا اللي هيجي اليوم نخلص فيه منه القديم والجديد كله. امتى يا حربي؟ امتى؟ قريب قريب قوي كمان يا زين. كيمو وحش المنطقه، شوية شاي على مية بيضة من الحنفية بتاعتي. حجر معسل. افتح الحنفية بتاعته واغلي له الشاي. بت يعني مرة، واللي يتشطر على بت يبقى مرة. بتهلفت بتقول يا زين؟ تاخدش في بالك يا معلم أبضاية، دي نرفزت لعب. أصل زين مخلوق مني حبتين، مش هيلقوا تلات عشرات سخنين ورا بعض. طالما مش قد اللعب بيلعب ليه؟ في دي بقى عندك حق، وأنا لسه قايل له نستنى لما نبقى قد اللعب وساعتها ننزل الملعب ونلعب على تقيل قوي. يلا رجاله. ولا كيمو قايد حساب المشاريب على النوت. يلا زين. يلا زين. يلا يلا. معاك موبايل؟ اه معايا بس الكارت خلصان. طب اديني مفتاح العربيه. اشمعنى يعني؟ يو يا زين ورايا مشوار اخلص. خد يا عم هتأخر. حسب التساهيل. رايح فين ده؟ ولا شعرفني يا اخويا، ما تتجرأ تطلع على فوق في نهارك اللي مش ناوي اعدي ده. الله. يا زين هو انت ما تشتتش على الحديده؟ هتشتت على الريش؟ مه يعني يا اختي من ساعة ما جيتي وانت قاعدة في اوضتك وقافلة عليك الباب وحابسة نفسك. خير اللهم اجعله خير. ايه اللي حصل؟ مفيش حاجة حصلت. مفيش حاجة حصلت؟ يعني ايه؟ ما تردي عادل يا بنت انت وتكلميني. هو ايه اللي ما حصلش حاجة؟ ما تفهميني ايه الموضوع؟ حبيبتي ايه؟ أنا سبت الشغل. رفدوكي؟ بقول لك أنا اللي سبت الشغل. مش هما اللي رفضوني. يعني خدتي مرتب اخر شهر والمكافاه بتاعت نهايه الخدمه؟ ما خدتش حاجه. يعني ايه ما خدتيش حاجه؟ يا نهار اسود، امال مين يا اختي هيصرف على الراجل العجوز اللي بره وعلى البيت؟ معلش ربنا كبير ما بينساش حد. ما حدش بيموت من الجوع يا مرات ابويا. عندك حق ونعم بالله. بصي كده احسن بلا قرف. بصي يا دودو صدقيني انا معتبراكي زي ما تكوني بنت بطني واكتر كمان، وعايزالك الصالح. يعني يا حبيبتي الست مننا ملهاش بالشغل وبهدله ومشاوير، وانتي حلوه وزي القمر بسم الله ما شاء الله. يعني تقعدي في البيت معززه مكرمه وحاجتك تيجي لغايه عندك رجل على رجل كده قاعده زي الملكه. وقبضايا طبعا هو اللي هيخليني زي الملكه مش كده؟ هو في احسن منه. بصي يا مرات ابويا انسي موضوع قبضايا ده خالص، عشان هو لو اخر راجل على وش الارض دي انا مش هتجوزه. يا اختي انت متفرعانه على ايه؟ انا مش فاهمه طالعه في العلالي قوي كده ليه؟ تكوني يا اختي مفكره نفسك السفيره عزيزه ولا ابوكي نوفل سلطان زمانه؟
بوسي ايدك وش وظهر ان واحد زي قبضايا رضي يعبرك ولا يبصلك من اصله، يعني شايفه العرسان متنطورين حوالين منك يا روح امك. امي دي سيرتها ما تجيش على لسانك تاني، وكلمه واحده كمان هسيب لكم البيت ده والم هدومي واطفش، سامعة ولا مش سامعة؟ يا حلولي تطفشي. ما انت طالعه الدنيا بنت عمك لما طفشت وخلت رقبتنا قد السمسمه في الحته، الدم اللي بيجري في عروقها هو اللي في عروقك. بقول لك ايه، هي كلمه ورد غطاها، يا تشتغلي وتصرفي على البيت اللي لمك يا تتجوزي المعلم قبضايا. كلمه تانية مش عايزه اسمع، انت فاهمه ولا ايه؟ عجتيب يا رب خدني بقى وريحني من العيشة اللي انا عايشها دي، يا رب يا رب انا تعبت بقى، يا رب خدني وريحني بقى. الو كيمو، في جديد؟ النهارده بعد ما سيادتك مشيت حصلت مشكله كبيره قوي في المستودع مع المعلمه انشراح. بين حربي وقبضايا؟ لا يا باشا، مش بين حربي وقبضايا، ده ناس كتير قوي وبعدين شكلهم مهم قوي، نزلوا من عربيات كبيرة قدام المستودع وكانوا عايزين يعملوا مشكلة مع المعلمة انشراح، إنما إيه رجالتها وقفوا لهم وتصدوا لهم. أكيد طبعاً اللي طردهم قبضايا. لا يا باشا مش قبضايا، ده حربي، حربي هو اللي صدى لهم. حربي؟ هو كل مصيبة في المنطقة نطلي فيها الواد اللي اسمه حربي ده؟ اسمع كيمو، أنا عايزك تعرف سبب المشكلة اللي حصلت بين انشراح والرجالة اللي جوه، وتوافيني بالأخبار أول بأول، مفهوم؟ سلام. ايه؟ مشاكل في الشغل ولا ايه؟ هو في شغل من غير مشاكل يا بابا. منى انا هريح في الاوضه شويه قبل ما تحضري لي العشاء. يلا يا حمزه ميعاد نومك. 5 دقايق بابا بس 5 دقايق. احنا اتفقنا على ايه؟ الساعه عدت 8، وانت لو ما نمتش دلوقتي هتغلبني بكره في الصحيان. يلا قول لجده تصبح على خير واسبقني على اوضتك عبال ما اجيب لك كوبايه القهوه. تصبح على خير يا جد. وانت من اهله يا حبيبي، يلا تصبح على خير. احضر لك العشاء يا عم؟ لا مش دلوقتي، انا عاوزك تعملي لي كوبايه شاي بايديك الحلوين دول. الشاي مش هيخليك تعرف تنام يا عم، واكرم موصيني اكتر من مره. بقول لك ايه، اكرم في اوضته ومش لازم يعرف. يلا اعملي لي كوبايه شاي وسيبيني في اللي انا فيه. مساء الخير يا بابا. اهلا اهلا برئيسة التحرير واجدع صحفية في مصر. ربنا يخليك ليا، دايما كده رافع من معنوياتي. ازاي يا اكرم، على طول حاطط نقره من نقري. يا سلام، بقى هو اللي حاطط نقره من نقرك برضه يا ست اماني. مالك يا منى داخله فيها شمال كده ليه؟ اسمعي يا اماني، مش عشان اكرم اخوكي تعملي له قلق ومشاكل في شغله. واضح ان هو حكى لك على كل حاجه. امال هو فين؟ جوه. احسن برضه. اسمعي يا اماني، هو مرضاش يكلم رئيس التحرير بتاعتك عشان مش عايز يدورك في شغلك، فيا ريت يبقى عندك دم وتبطلي شغل العيال بتاعك ده. بصي يا منى، انا عارفه ان دماغك ناشفه ولو دخلنا في حوار هتقلب بخناق، وانا بصراحه مش عايزه اتخانق، انا عايزه اتعشى. عندك عشاء جوه؟ اديني داخله اجهزه. بس اعملي حسابك اكرم مش هيعمل ليكي بعد كده خالص، لا ليكي ولا لاي حد. خلاص يا منى كفايه كده، ادخلي اعملي لي كوبايه شاي. هنايم حمزه وبعدين بعمل الشاي. يا ساتر، انا مش عارفه انت عايش مع الاتنين دول ازاي. سيبك منهم واعملي شغلك صح. والله انت الوحيد اللي فاهمني في البيت ده. فيك من يكتم السر؟ ايه، عريس متقدم لك؟ يا ساتر يا رب، ليه بس السيره دي؟ امال ايه؟ انا نازل لي موضوع كمان كام يوم، ولو اكرم اراه هيحصل في البيت معركه. شوفي يا امان يا حبيبتي، انا راجل شرطه قديم، وطول فترة خدمتي لا زعلت ولا خفت من كلمة حق. انت بقى لو رعيتي ضميرك وكتبتي كلمة حق ما يهمكيش من حد، ولا تعملي خاطر لحد ولا حتى.
الله الرحمن الرحيم. حربي، ايه رايك بالمفاجاه دي؟ مفاجاه حلوه طبعا، بس مش فاهماه مين اللي جابك يا ولد. رحت لك على البيت ما لقيتش حد، قلت اجي لك على هنا. في حاجه حصلت في المنطقه؟ ابويا جرى له حاجه؟ يا بنت ما تقلقيش، ابوك زي البومب والمنطقه فل الفل. الله، امال ايه اللي جاب؟ الشوق يا دنيا، الشوق نار لهلبت في قلبي، ما قدرتش، قلت لازم اجي اشوف دندر حبيبتي. انت كذاب قوي، ما انا كنت معاك امبارح. هتعملوا عليا واد الحتتين دول؟ اه صحيح، اصل انا بصراحه كنت عايز في كلمتين. فهمت، يبقى مقشفر والسلك ضربك وعايز فلوس. يا رقبة رزق، ما انت عارفه لو هموت من الجوع عمري ما مد ايدي لواحده ست. الله، امال ايه اللي حدفك عليا يا دنايا؟ بقول لك ايه، هو عنتر بيه موجود بره في الصلاه؟ انت بتسال ليه؟ حب استطلاع، رد يا اختي على طول. لا يا اخويا مش موجود. يعني النهارده هتخلصي بدري بدري اوام اوام؟ يعني على 3 4 كده. حلوه، اديني قاعد بقى ايه مستنيك لما تخلصي نروح مع بعض. هو ايه اللي قاعد لحد ما تخلصي؟ مش هينفع، عزام لو جه وشافك هيعمل لي مصيبه وهيقلب الدنيا على دماغي. ماشي، خد ادي مفتاح البيت، روح استناني هناك وانا لما اخلص حاجه. ماشي، بس ما تاخريش. هو انا عمري يا اخويا اتاخرت عليك؟ جريئة يا بت، ما توسعي شوية، قبضايا وصل. آسفة يا معلم، بس المعلمة نايمة والأوامر اللي عندي إن محدش يخش عليها وهي نايمة. بس الأوامر دي ما تصرفش معايا. أوامر المعلمة تمشي على الكل يا معلم. بس هي مأكدة عليا وموصياني إن أنا أجيب لها الإيراد حتى لو كانت نايمة. ومأكدة عليا وموصياني إنك أول لما تيجي أخد منك الإيراد، وقالت لي اللي هيقلق منامها حطين عيشته، وانا ما اقدرش على زعل المعلمه يا معلم. بقى الحكايه كده؟ ايوه، وبتقول لك يبقى سيب مفاتيح العربيه، وما تنساش تفوت عليها الصبح بدري علشان توصلها للمستودع. مفاتيح ايه؟ سياك تعرف تدورها لوحدها. معلم، عايزه ايه من المعلم؟ الايراد يا اخويا. ايراد اهو، ان شاء الله مش هتشوفي سهره حلوه في حياتك. يلا اقفل، انا مشيت. مع السلامة يا اخويا، والقلب داعيلك. غار؟ ايوه يا معلم. قال قولي لي، هو انت قلبتي عليه مرة واحدة كده ليه؟ كبر وتقل وغلس وبقى زي قلته في كل حاجة. بس ما تنسيش يا معلمة ان المعلم قبضاي حايش عندك بلاوي كتير. ما ده اللي قلته بنفسي اول ما جوزي مات وسابني في المستودع بطول. قلت محتاجة راجل يشوف مصالحي ويدافع عني ويجيب لي حقي. جبت قبضاي وعملت كوماندا وركبته على الكل، قلت بظهره بظهري كده ودراعي اليمين. قصدك ايه يا معلمه؟ قصدي ان انا دلوقتي محتاجه لواحد صاحي وواعي وماسك نفسه. وده هتلاقيه فين ده يا ست الكل؟ موجود، موجود يا بنت، وهجربه قريب. هيبقى سندي وظهري ويحميني وياخد باله مني ويشوف مصالحي. ما انتش عارف أنا ليا نظرة في الرجالة، ونظرتي في الرجالة ما تخيبش أبداً.